يسعد مساكم متابعين صفحة اليوفنتوس. اليوم في موضوع كتير مهم بيجيني استفسارات كتير عليه بالعيادة، شو الفرق بين الفيسينج والفينير؟ طبعاً فرق شاسع صراحة بين الفيسينج والفينير، ودائماً أنا الفيسينج ما بنصح فيه كطبيبة أسنان، لأنه صراحة الفيسينج هو عبارة عن حشوات توضع على السن، حتى لو تم الحف من السن أو برد السن أو حتى لو كانت بيرفكت ما بيكون كتير النتيجة للمريض بعد كم فترة، سن أو سنتين أو ثلاثة، بتكون منيحة، لأنه هي عبارة عن أنه أحياناً في دكاترة بتبرد السن وأحياناً ما بيبردوا السن حسب كل دكتور. وبعدين بتجي الحشوات اللي بنستخدمهم على الأسنان الخلفية أو الأسنان الأمامية، بنحطها على طبقة السن. طبعاً هاي الكواليتي تبعها شوي بتكون مع فترة العمر بتقل، وغير هيك أنه حسب الدراسات الحديثة على مواقع البوب ميد أو المواقع المشهورة دائماً انه نسب، فحسب نسبتها بتكون العمر الافتراضي لها من 4 إلى 5 سنين، حتى مينيمو ممكن يكون 6 سنين، بس حسب استهلاك المريض، حسب طبيعة اكله، حسب شرب القهوة، الملونات، بتتغير الحشوات مع الوقت، مثل الاسنان الخلفية او اي حشوة سن، بعد فترة بيصير لها تحتها تسوسات recurrent caries او ممكن تصير لها تسبغات، فانا مشان هيك ما بنصح فيها كتير. بعكس الفينير، الفينير القشة الخزفية اوريدي بنبعتها، هي عبارة عن مادة السيراميك، فاوريدي نحن بنبعتها عن مختبر، والمختبر هو بيعمل لنا اياها وبيبعت لنا اياها وبنلصقه على تم المريض. فدائما الفيسينج بتنعمل بجلسة واحدة وجوه العيادة، اما الفينير بتكون بنبعتها على المخبري، بناخد طبعة للأسنان ومنحب جزء من السن ومنبعتها للمخبري. ودائماً الفينير أو مادة السيراميك هي يلي بتضاين أكتر فترة من الحشوات الطبيعية، ودائماً إذا المريض اعتنى فيها وحافظ عليها وفرش أسنانه منيح واستخدم خيط الأسنان واتبع تعليمات دكتور الأسنان، بتضل فترة زمنية تقريباً من 15 ل 20 سنة حسب تعليمات يلي أخذها من دكتور الأسنان، وأجب بشكل دوري عملنا له تنظيف أسنان كل 4 شهور، وعملنا له سكيلينج وبوليشينج للمريض، فبيضل فترة زمنية أكتر. فهذا الفرق بين الفينير والفيسينج. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأي سؤال أو استفسار أنا جاهزة معكم الدكتورة سارة السيد.